انا مدام مونيا غزايل، جو سوي اكسبيرت في لي بلانت، خبيره اعشاب. جي في ليكسبيريونس هذه تاع خاطر نحب جيم لا ناتور. جو في تو سكي معناها برودوي بيو. انا تغرمت بالخدمه هذه اترافير مون ماري اللي يعمل بيولوجي، و ريت تغرمت برشا زيد، ريت ناس بكري شنو اللي كانوا يعملوا على اترافير لي بلان تو سكي كونسيرن لاباف ديسكارغو والحريقه والوراق تاع الزيتون والكامومي والكل. دونك حبيت نعمل مشروع اللي يحبوه، ونحب نعرف زيد على الشباب اللي موجود شنو تعمل الطبيعه. نوريو تيست توت سويت اللي نخدموها هكا لا كامومي. البلاصه هوني هيكا غامقه، يتخدم بالكدا. هوني هكا نخدموها مليح تحت العين. هذايا معناها في شويه وقت، هو هذايا سيتان تريتمون افير بوندون 3 سمان، يتعمل كل يوم ساعه من زمان، يقعد يتخدم هكا مده 5 دقائق، وبعد يقعد ياخذ وحده على راحته ساعة من زمان، وبعد جست نمسحوه باللانجيت. هكا يتمسح، ما يتمسش بالماء خاطر ثم اللي سيل مينيغو ماذا بينا يقعدوا في الجلدة، على خاطر الكحولية ماهيش فوق الجلدة، اللي هي تعمل تحت الجلدة. دونك لي سيل هما اللي خرجوا الكحولية من تحت لابو، لا كامومي هي اللي تفتحها توت سويت. دونك اون فوا لا ديفيرونس كيفاش كانت العين، وكيفاش العين هذه هكا هايكا غامقة. هذايا معناها في شوية وقت شنو تعمل هذايا الكامومي اللي هي مستحضر هذا من البابونج واعشاب البحر الميت، اللي هذا ينحي اللي ساغن ويبيض الاماكن المرغوب فيها الكل، معناها اللي عنده مشكله كسوسوا كالليكود ولا نتاع سلي ولا اماكن اخرى ينجم يفتحهم بالمستحضر هذا اللي هو مجهول بالكامومي واللي سال مينيغو. هذه الكيراتين، كيراتين توا خارجه اون فوغ. الكيراتين تحمي الشعره، تغلف الشعره، تعمل بروتكسيون للشعره. كي تجبد ولا تصبغ ولا تعمل تنتيغ ولا ماش ولا اي حاجه تحطها شيميك في شعرك، معناها الشعر يبدا محمي. هي الكيراتين نورمال ترتب الشعره وتعمل انتي كاس وايفي ليسون. هوني عندنا شعر ارتب، اون با بزوا باش نرتبوا الشعر هذا. دونك لا كيراتين هذايا جوست ناخذوها باش نخدموها في لي بوانت اللي هما شويه محروقين هكا. تتخدم هو نورمالمون تنجم تعملها على شعر مبلول قبل بعد الغسيل وشعر نظيف تعملوا عليها، تخليها هكا ساعتين من زمان، وبعد تغسل الشعر تتنحى الترشيق نتاع الشعر الكل. كي يبدا شعر معناها احرش ناخذوا الكيراتين كيما يتعمل صبيغه، تحطها على شعر الكل، تتمشط بالكدا وتتشد اونكو هكا، يقعد ساعتين من زمان، بعد تعمل الفيغ وشعره تقعد معناها رطبة. سابو دوري خير من برودوي شيميك، خير من دفريزاج، وهي مواد طبيعية. هذه الكيراتين للشعر اللي هي ترتب الشعرات الكل نورمالمون تو تيب دو بو، ينجموا يعملوها نساء ولا رجال كيف كيف. هوني ثم لي تاش برون، هذونا التاش مش نجم يكونوا راهو ماهوش باشكاله معناها نتاع يقولوا من الحباله ولا من سي اورمونال. هذايا معناها هي البنيه ماهيش معرسه معناها وعندها لي تاش هما موجودين. لي تاش هذونا اللي ينحي لي تاش هو هذايا الطين نتاع بحر الميت، هذايا الطين هذايا هذا البيمونت الكحوليه من تحت لابو، والكامومي والجرنادين اللي هي معموله بالرمان والكامومي واملاح البحر الميت، هذونا الزوز اللي ينحيو التاش. طريقة الاستعمال اللي نعملوها معناها حتى هذا زاد فيه البنية هذه اون 3 سمان يتنحاولها اللي تاش ما يقعدوش. لي في هذايا نبداو بالطين نتاع بحر الميت، نحطوه هو الاولاني هكا على الوجه ونخدموه بالكدا. يتخدم مليح هكايا باش يعمل بينيتراسيون ويجبد الكحولية من تحت لابو. توت سويت فوقو نعملو الجرنادين والكامومي واملاح البحر الميت.
هذايا الزوز هما لانتيتاش يتخدم تو جوست فوقه، خاطر واحد يجبد من تحت لابو وواحد يمسح لك يمسح لك حليه من تحت الجلد كلها تخرج على برا وتتنحى. هذايا معناها افي غابيد ويتنحى كومبليتمون، معناها في ثلاثة جمعات ويتنحى وما عادش يرجع، على خاطر كله تجبد من تحت الجلد. نخليوه هكا هو يقعد على الوجه 50 دقيقة وبعد نمسحوه. مي هذا في شوية وقت نشوفوا اللي التاش هيك افتاحت على الاخر. هذايا معناها في نقولوا فراكسيون سكوند التاش افتاحت. هذا يقعد هكا ثلاثة جمعات كل يوم ساعة لتاش كلهم يتنحى، وكيف كيف هذا يزيد يتنحى ينحي حتى في الأماكن المرغوب فيها الكل، نحي الكحولية الكل. تين هذا نتاع أملاح البحر الميت زاد نستعملوه للتجاعيد. هذا يحزق الوجه لدرجة غريبة، معناها يحزق الوجه والرقبة واليدين، معناها بدن الكل يستعمل ويتحزق البدن الكل يتخدم هكا بالبدان. ما يعملش قماج راهو يحزق لابو، هو البرودوي الكل ما يعملوش قماج، يا ينحي ولا يحزق لابو. هكا يقعد اربع دراج وبعد يتغسل الوجه بالماء الفاتر وتحس وقتها بشانجمون راديكال في الوجه. بوغ بيان نيتوايي لا بو نجمو نعملو شويه جولي رويال على الوجه. جولي رويال هذا معمول بالكيراتين، نخدموه هكا على الوجه بالكدا. هكا يكون الوجه مرتاح. هوني ثم مشكلة الحبوب ليزاكلي، بون البنوتة ما عندهاش برشا حبوب، عندها شوية الأوميغا 3 سي لو فاك موغو الكبدة نتاع الحوت هي اللي تنحي ليزاكني، وكسوسوا ليزاكني المقيحين والا الجويدين والا الصغار كيما هكايا، معناها هذايا الأوميغا 3 التريتمون تاع دو سيمين ويتنحاو لي زاكني. لهذا الاوميغا 3 سي لو فاد موريو كنا قبل نشربوه زيت، توا هذايا معمول اون كريم اون لابليك هكايا على الوجه. نخدموه بالكدا يتغسل الوجه وتتعمل الأوميغا 3 تبات به في الليل، بيان سور تعملو قبل ما ترقد بساعة مش ما يتمسحش، يتخدم بالكدا ويقعد هكا في لابو. أن تريتمون أفير بوندون دو سومان يتعمل ثلاث مرات في النهار والحبوب قدرة ربي كلهم يتنحى وما يقعدوش. هذايا الأوميغا 3. هذا الكيوي، الكيوي أنتي غيت، هذايا غني بالفيتامين يشحط لابو. هذايا التين بتاع بحر الميت، هذيك الجرنادين والانتي تاش، هذيا لا كامومي انتي سيرن وتنحي تبيض الرقبه والاماكن المرغوب فيها لي كود الركايب. هوني ثم عندنا الصباره اللي هي هذه الصباره مجعوله لطول الشعر وتنحي القشره. هذيا الحلزون، الحلزون هذا هو اللي ينحي التجاعيد من الكونتور ديزيو على الفخان ويهز
من اللي طايح هناك الثانية اللي لهنا هذيك تتنحى كي تستعمل معناها الكيوي تعملوا ساعة وبعد تغسل وجهك وتعمل الاسكارغو وتبتبي فوزوري ان تري بون ريزولتا معناها في ساعة من زمان ترى لا ديفيرونس نتاع الوجه كيفاش يتبدل اللي بالباف ديسكارغو توا معروفة برشا اللي مخدومة تراديسيونيلمون هذيا خادمينها اللي تنحي التجاعيد. هوني عندنا لو جولي رويال معمول بالكيراتين، سيت اون كريم هيدراتانت معناها كريم دو جور، هذايا السيترون فير والقارص للظوافر ولليدين معناها الليدين الشائعين والمهلوكين، هذايا مستخلص نتاع الظلف الهندي اللي هو هذا يرطب الشعر وينحي الترشيق نتاع الشعر، عندنا هوني الحريقة لوغتي الباغب بلانش هذايا تنحي تزيت الشعر وتوقف الشوت دو شوفو وتمنع معناها التصالح الصلع المبكر معناها حتى انسان اللي استعمل التريتمون هذايا كان هكا شعره في 3 موا معناها استعمل التريتمون عملت له غوبوس والحريقه معروفه معناها اللي هي تعمل غوبوس كبيره في الشعر وتصلح حتى لبرشا حاجات تقريبا برشا امراض الحريقه. هوني ماسكا بيغل هذايا مستعمل من اللؤلؤ اللي نعرفوه جوهر يعمل ايفي ليفت في الوجه يعطي نظاره ويعطي اكلة هذا مستحضر من المستخلص نتاع الجوهر ايفي ليفتينغ. هنا عندنا السكر هذايا ستان سكر ايبيلي سكر مجعول بالزعفران واملاح البحر الميت هذا يوخر نمو نتاع تطليع الشعر ويبيض لابو او ميم طون. هوني عندنا زيت اللوز معروف اللي غني بالفيتامين هذا نجمو نستعملوه للوجه للدي للساقين للشعر ونجمو نعملو به مساج. هذايا سي لا مارجين هذايا مارجينا ناس بكري كانوا كي يعصروا الزيتون بساقيهم عمرهم ما كانوا عندهم شقوق هذايا ينحي الشقوق نتاع الساقين اللي هو مستحضر هذا معمول بالورق نتاع الزيتون والديشي نتاع الزيتون ينحي الشقاق نتاع الساقين ويغطي برشا الليدي. هوني نجيو عند لاركون هذايا الارجان هذايا لاركون نقولوا احنا توا الويل داركون احنا جبنا النبته من المغرب ورحيناه باش ناخذوا منه هذا وعملناه معناه مستحضر زيت الارجان